السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في عالم ساره امين. ولو اول مره تشوفوني وتتابعوني ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده باذن الله هنعمل السجق الاسكندراني او السجق الاسكندراني زي ما بتقولوها. المكونات سهله جدا. عندي حوالي ربع كيلو من السجق، عندي هنا بصل، طماطم، فلفل اخضر، فلفل الوان. مش موجود فلفل الوان، ممكن نستغنى عنه، هيبقى بصل وطماطم وفلفل اخضر بس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. وفي طاسة على النار فيها زيت سخن، هننزل بالصدق نحمره. تمام، بدأ يتحمر. انا مش عايزه احمره قوي علشان ما يبقاش ناشف، يعني هديله كمان دقيقه بس كمان في الزيت وبعدين نطلعه. وهنا خلاص هنطلع بقى الصدق بره. الزيت بتاع الصدق هننزل بالبصل ونفضل نقلب فيه لغايه اما يدبل. يدبل بس ما يتحمرش. تمام، هنا خلاص بدا يدبل خالص اهو. هننزل بقى بالطماطم والفلفل وهنحط رشه فلفل بس. ما تنسوش ان الصدق اصلا متبل، يعني حاولوا ما تحطوش ملح اصلا خالص. هنوطي عليه النار ونغطيه حوالي 10 دقايق بالظبط. هنا خلاص بعد ما الخضار دبل نزلنا عليه بالصدق ان هو يشرب بس من الصوص بتاع الطماطم والبصل والفلفل. نسيبهم 5 دقايق ونرجع لكم تاني. بعد مرور 5 دقايق، الخطوة اللي انا نسيت اقولها لكم في المقادير، هنحط حوالي معلقة كاتشب، بس انا عايزة احط كاتشب سبايسي وعادي عشان بس مبقاش سبايسي قوي. يعني هنحط حوالي معلقتين، معلقة كده ومعلقة كده، ونقلبه ونسيبه بقى في التتبيلة القمر دي على النار تقريبا 5 دقايق كمان وخلاص كده ندفع عليه. بصوا القمر بعد ما خلاص خلص، بصوا شايفين الجمال. عايز اقول لكم ان الصوص ده ممكن يتاكل كده من جماله اصلا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.